واحنا المفروض ان مستوانا عالي، ده المفروض بلا ان شك. انت عندك لعيبه يوروكي اضعف الايمان، بلاش يشتت النتيجه، يوروكي اداء غير اللي احنا بنتابعه طول الفتره اللي فاتت. تاني امبارح الوضع الى حد كبير ارحم نسبيا، يعني ارحم نسبيا، ولكن نرجع ونقول برضو مش دي كفاءه اللعيبه بتوعنا. فهنرجع برضو ونقول ايه المهم ان ربنا يعني يكون معانا ان شاء الله في ماتش السودان، وتعدي فتره كيروش مع منتخب مصر على خير. يعني احنا بالفعل عندنا مجموعه من افضل لعيبه القاره، ناهيكم عن اننا عندنا واحد من اهم ثلاث لعيبه في العالم محمد صلاح. طبعا المحترفين اللي عندنا يخلوا اي فريق نازل ضدنا المفروض يكون قلقان، لكن ربنا يصلح الاحوال. يعني انا عايز اقول لك، انا قريت امبارح كان حد بيتكلم يعني في تويتر برضه بيقول لك محمد صلاح لوحده بفريق غينيا بيساو كله بالاحتياطي، يمكن يعني ده راي الشخص اللي كتب، بس يعني لو انت بصيت لها برضه تلاقي في منطق شويه في الكلام. فيعني احنا لا نقلل من احد، ولكن احنا بنتكلم عن قيمه وحجم منتخبنا. لا احنا معلش احنا كبار قوي، واحنا تاريخ كبير قوي، والقاره كلها تشهد بذلك. فلما احنا نشوف هذا المستوى ده اللي محزن، محدش قال ان الفريق التاني يعني اضعف مننا بكتير، فاحنا لا، بس غير المستوى التاني، غير المستوى. وحياتك اضعف مننا بكتير، يعني وحياتك اضعف مننا بكتير، بس يلا.